السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده احنا معانا فيديو مشتريات. طبعا احنا كلنا بنحب المشتريات، ومهما نشتري ما بنزهقش ومش بنشبع من الشراء. كل ما نروح في حته بنقعد نشتري برضه، نبقى نفسنا في دي ونروح ونجيبها ونرجع نفسنا في حاجه تانية. ما بنشبعش شراء، احنا ستات كده. طيب احنا جبنا ايه النهارده؟ جبنا حاجات حلوه قوي ويا رب تعجبكم، وهقول لكم على الاماكن بالاسعار. تابعوني لاخر الفيديو وانا هقول لكم الاسعار، وهنقول جبنا الحاجة منين بالتفصيل، وهنفتح الحاجة ونتفرج عليها، وهقول هعمل بيها ايه. يا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك، ما ينساش يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان توصلوا كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة. دلوقتي انا هبدأ بمكنة البيتي فور. انا جبت مكنة البيتي فور بعد العيد، للأسف ما جبتهاش قبل العيد، بس انا برضو بحب اعمل بالقمع. المكنة اللي عندي كانت قديمه قوي، ولما جيت استعملها ساعه العيد اتكسرت لوحدها. هي كانت بقالها سنين عندي، فخلاص ما يعني كان لازم اجيب واحده تانية. فعملت السنه دي معاكم بالقمع، عشان كده ما عملتش بالمكنه. فاحنا انا جبت اللي بالمكنه بقى دلوقتي، وكده كده احنا قدامنا وقت طويل نعمل الحاجات دي ونكرر تاني منها كتير. يلا نفتح نشوفها مع بعض. بصوا الاول هو ده شكلها، يعني انا اللي في المحل كان عنده كذا حاجه، بس دي كانت يعني احلى واحدة فيهم، ودي كانت مختلفة عن اللي عندي. اللي عندي كانت اصغر من دي وقعدت معايا حبة حلوين بصراحة، بس انا كنت حابة اغيرها بقى لاني فجأة لقيتها اتكسرت، مكانش فيها اي حاجة. طيب بص، دي عاملة زي المسدس كده. هي بتعمل ايه؟ هي معاها ايه؟ هي معاها اقماع علشان الكريمه للتزويق، اهي 2 4 6 7، وفي واحد في قلب المكنه، يبقوا 8. ومعاها الاشكال بتاعه البيتي فور، معاها 13 غيار للبيتي فور. طيب القمع ده صغير قوي، المشط بتاعه صغير قوي، وده مشطه اوسع شويه. طبعا دي ورده بتعمل الورده الناعمه، هنا دي بتعمل الورده الناعمه، ودي بتعمل الورده اللي بتبقى حروفها متحدده. هنا لو هنكتب حاجة، هنكتب اسم، هنعمل حرف، هنحدد رسمة، هي زي خرم صغير كده، دايرة صغيرة. ودي اللي بتعمل أوراق الشجر، ودي اللي بتعمل النجمة، وهنا دي عاملة زي قمع البسكوت، بتبقى سادة من تحت ومشرشرة من فوق، بس صغيرة طبعا ما ينفعش نعمل بيها بسكوت. وفي دي بقى سادة برضو كده بس مفتوحة من الجنب، عاملة زي 7. دي لسه مش عارفة بتاعت ايه، احنا هنجرب كل الحاجات دي مع بعض. طيب الاشكال بتاعتها، طبعا بصوا في الشكل ده، استنوا اقرب لكم شوية، في الشكل ده تمام، وده بتاع شجرة الكريسماس، وفي دي بتعمل وردة مربعة كده، وفي دي بتعمل القلب، ودي احنا عارفينها، مش عارفه يبقى اسمها ايه، بس هي ديت اللي احنا موجوده في المكنه القديمه برضو عندي، والحاجات دي في منها في المكنه القديمه عندي، ودي اللي احنا بنعمل بيها على طول، انا بعمل برضو بدي على طول. ودي ورده كده بتبقى فاضيه من النص، ودي نجمه، ودي ورده تاني، بس كله يعني كله ورود باشكال مختلفه. ودي بتاعه البسكوت، للي ما بيش بيجيب مكنه بسكوت او قمع بسكوت، دي بتاعه البسكوت اهي، مشرشره من فوق ومن تحت، وبرده بتعملي بيها بيتي فور. ودي ورده زي النجمه كده، ودي الترسه بقى كلها كده، وفي دي برده. دي كده اشكالها خلصت. بصوا بقى احنا بنفتحها من هنا، مش عارفه افكها دلوقتي لسه جديده، مش عارفه. بنفتحها من هنا وبنركب الشكل اللي احنا عايزينه، وبنحط العجينه من فوق او الكريمه من فوق، وبنرفع ندوس على ده، وبنسحب الدراع لفوق وبنشتغل بيها كده لغايه ما العجينه بتخلص. الدراع ده بتلاقوه نزل تحت، تبداوا تفتحوا وتحطوا من جديد. تمام،
المكنة دي انا جايباها بكام؟ كنت جايباها ب 185 من حمام التلاتة، كنت جايباها ب 185 من حمام التلاتة. المحل اللي كنت جايباها منه انا بتعامل معاه برضو من قبل جوازي، كنت بجيب جهازي من هناك، ولما كنت بحتاج حاجه بعد الجواز برضو بروح له. انا بثق في حاجته جدا. انا ما صورتش هناك بس عشان طبعا الوقت ضيق والحظر، فان شاء الله قريب ابقى اصور لكم هناك. وجبت ايه كمان؟ جبت البونبونيره دي، عمل لي عليها خصم، هي ب 55، عمل لي عليها خصم اداها لي ب 35. وليها رجول كده من تحت اهي، 3 رجول. حلو قوي. دي بقى تحطي فيها البونبون، تحطي فيها بسكوتات، تحطي فيها اي حاجه انت عايزاها. انا بحب البونبونيره في البيت لو عندي كذا واحده، وبرده بنزل اشتري تاني. يعني الحاجات دي لما بتحطيها وتحطي فيها الحاجات الحلوة، اي ضيف يجيلك بتقدمي فيها بتبقى شيك قوي. يا ريت اللي بيتفرج على الفيديو ولسه ما عملش اشتراك ما ينساش ويعمل الاشتراك عشان يشوف احلى فيديوهات ان شاء الله. بصوا بقى الحلة دي انا لسه معرفش انا هستعملها ازاي، بس هنجربها مع بعض برضو. دي حلة ان احنا بنسوي فيها حالة التسوية بطريقة صحية في الميكرويف. بصوا عاملة ازاي. بصوا اهي، حالة تسوية بطريقة صحية في الميكرويف. انا جبتها عشان يعني عايزة اجرب كده نعمل اكل صحي في الميكرويف. انا مش عارفة هسويها ازاي، بس هو الميكرويف عندي بيسوي المفروض، فهجرب فيه كده. دي تحت هنا حلة، الطبقة التانية بتاعتها عبارة عن شبكة مخرمة كده زي مصفة مخرمة، ليها حرف برضو، حرف حلو تعرف تحط فيه حتة فرخة او فراخ مخلية بانيه وراك او لحمة. والاخير دي عباره بس عن شرط كده، ممكن برضو تحطي فيها لحوم وهتنزل السوائل بتاعتها هنا وهتشربها منها فيها في الميكرويف، انما هنا لو انت عايزاها تنزل السوائل منها تنزل على اللي انت حطاها تحت. تمام كده، وبتغطي وتحطيها في الميكرويف وتحددي بقى انت البرامج بتاعتك فيه وبتسوي. طيب انا مش عايزه استعمل كل الادوار، عادي جدا عشان استعمل حله واحده واغطيها. الحلة دي صحية، حتى لو هتحفظي فيها اكل فهي صحية جدا. ممكن تعمليها دورين وتقفلي، ممكن تشيلي برضو دي لو هتستعمليها في تسخين حاجات معينة مثلا كده. يعني حتى لو مش هعمل فيها اكل في الميكرويف هسخن فيها، فهي صحية جدا وتستحمل الحرارة ومش بتأذي. دي كنت جايباها ب 120. بسرعة عشان نشوف الحاجات التانية. في بقى دي انا جايبة منها 2. بصوا دي كده عبارة عن درج بيتفتح، بصوا درج جوه غويط وبيتقفل. دي بقى انا جايبة اهي واحدة، دي بتبقى كده وممكن اخليها
كده، ممكن اخليهم فوق بعض كده، هما بيتركبوا، هي عامله زي المكعبات كده بتتركب في بعضها اهي. بصوا اهي خلاص بقت مع بعضها. تمام، انت بقى حطي اي لونين مع بعض، عايز تحطي الاثنين اورانج مع بعض، عايز تحطي الاخضر والازرق مع بعض. هي عباره عن ادراج بتتفتح، ممكن تحطيها في المطبخ، تحطي فيها باكيتات الفانيليا، تحطي فيها القرفه الخشب، تحطي فيها اي حاجه انت عايزاها، برده ما بتاخدش مكان وشكلها حلو قوي لو تحطيها لو المطبخ بتاعك مودرن. او ممكن تحطيها في اوضه ولادك يلموا فيها الاستيكات بتاعتهم، الدبابيس بتاعت الاوراق، الحاجات دي برده هتبقى حلوه قوي وعمليه قوي. او انت تحطيها عندك على التسريحه او في الدولاب لدبابيسك بتاعت الطرحه، لاقلام روج، يعني هتلم، هي شغاله معاكي في اي حاجه، حلوه قوي وعمليه وما كانتش غاليه. يعني القطعه كده كنت جايباها ب 30 جنيه كان من معرض 6 اكتوبر، دي انا كنت جايباها ولسه موجوده هناك، لان انا كنت هناك من كام يوم هي كانت موجوده لسه، بس الوان تانية غير دي. فطبعا انا كنت جبت دول خلاص، ولو كنت هزود كنت هزود في نفس الالوان، ما كنتش هجيب الوان تانية. فهي كانت موجوده الوان تانية مختلفه تماما عن ديت. دول الطقم الواحد ب 30، انا جبت اتنين. تمام، ودي بقى دي العشق كله بقى. بصوا للناس اللي زيي بيحبوا القهوة، دي حلوة قوي، دي بنعمل بيها الفرنش كوفي. تمام، بس انا بعملش فيها الفرنش كوفي، انا بحب اعمل فيها الفوم بتاع اللبن، بحط فيها اللبن لغاية حرف العلامة بتاعت الشبكة دي، لبن يبقى سخن وبحط عليه السكر وببدأ ارفع وانزل بتعمل لي فوم. احنا هعمل لكم ريفيو عنها لما اشغلها، لما ابدأ اعمل بيها النسكافيه ان شاء الله هعمل لكم ريفيو. دي جايه لي معاها كوبايتين، دي كنت جايباها من حمام التلات، الكوبايتين والفرنش كانت ب 175. لما رحت اجيب ما كانش فيه الوان تانية منها، فكان اللون ده بس الموجود الوحيد، بس اضطريت اخد اللون ده، انا مش متضايقه منه، هو كده كده انا بستعملها وبشيلها في الدرفة، ما بسيبهاش على رخامة المطبخ، بستعملها على طول واشيلها، لان هي ازاز طبعا، هي وكوبايتها ازاز. انا بحب القهوة قوي، فالحاجات دي بحب اجيبها، ولو في اشكال تانية نزلت او حاجة تانية نزلت تعمل فوم القهوة هجيبها برضو. هنجربهم مع بعض برضو في فيديو ان شاء الله، اول ما اجربهم هوريهم لكم. تمام، دي احنا قلنا سعرها خلاص. في الطبق ده بقى انا طلعته معاكم ساعة العيد، بس ما قلتلكوش سعره، كنت جايباه من 6 اكتوبر. بصوا الطبق ده طلعناه، حطيت فيه مكسرات، هو متقسم لاربع خانات ودايره صغيره في النص، ده حلو قوي لو هتحطي فيه مكسرات، لو هتحمري فيه بطاطس، حاجات تسليات بالليل، كبيبه، بطاطس، صوابع توست، يعني في ليه كذا استعمال. ده كنت جايباه من معرض اكتوبر تقريبا بحاجه و40، كنت جايباه قبل رمضان، حبيت اقول لكم واوريه لكم، اقول لكم سعره واوريه لكم، ان هو اكيد لسه موجود هناك لان كان موجود منه كتير. ده ماركته باشا باتشي التركي، اهي الماركه مكتوبه تحت اهي. تمام، دي صفايه معالق، عجبني شكلها قوي، المفروض ان هي صفايه معالق، انا جبت اتنين بس انا حطيت واحده خلاص في المطبخ وخليت دي، يعني انا لسه مش عارفه هستعملها بقى للاقلام، هستعملها للمنظم ايه، للنسكافيه، للحاجات دي مش عارفه. بس هي بصوا شكلها كيوت قوي ومش واخده مكان ولما لي حاجات كتير قوي في المطبخ، حلو قوي. دي كنت جايباها ب 15 جنيه من حمام التلات برضه. وفي بقى دي كنت جايباها من عم صابر، بشيل الورق اللي تحت عشان نشغله. بصوا دول ثلاث احجام، انا جايبه منهم علبتين،
فاضل بقى الكوبايات دي، الكوبايات دي عامله زي ستاربكس كده، بصوا شيك قوي قوي ورقيقه جدا يعني. وانا بحب المجات الكبيره على فكره، ما احسش ان انا شربت نسكافيه او شاي بلبن من غير لما اكون شربت في مج كبير. المج الصغير ده ما بيعملش حاجه يا جماعه على فكره. المجات دي بتظبط قوي وحلوه قوي. جبتها من 6 اكتوبر، كانوا الاربعه ب 120 جنيه. المج خامته حلوه قوي، مش خفيف وكبير، ويعني تاخديه كده وانت مبسوطه ومرضيه يعني. طيب جايبه ايه كمان بقى للقهوه؟ بصوا دي الشمع ده كنت جايباه من عند عم صابر، كان ب 20 جنيه الثلاثه مع بعض، اللي بيحب يشرب قهوه ده مضرب قهوه. انا عملت لكم ريفيو من كام يوم في محل، قلت لكم العنوان بتاعه اللي هو بتاع ادوات كهربائيه. ده مضرب نسكافيه، ده بيعمل فوم للنسكافيه بدل ما تقعدي تقلبي بالمعلقه او بالشاليمو وكل القصص دي، وبدل ما تجيبي المضرب اللي هو مش عارفه ب 30 ولا ب 35 او 25 حاجه كده، ما بيكملش معاكي شهرين ثلاثه وبتقعدي تغيري في حجاره كتير جدا، يعني هتصرفي كتير وهترجعي تشتري واحد غيره وهترجعي ليه كل ده؟ ده بالكهرباء، بالكهرباء وما بيحصلوش اي حاجه يعني. ده انا عند اختي بقاله كتير، بس انا ما كانش في بالي بصراحه اشتريه يعني. انا كنت بعمل الفوم برضو عادي كده، المعلقه والشاليمو والكلام دوت. ولما كنت اروح عند اختي مره على مره جربته، لا عجبني، فلما رحت المحل جبته. بصوا بقى، هو طبعا احنا ما بنضربش دي، بس دي علشان نحمي الجزء بتاعه ده، عشان لو شلتيه في درج او ظرف المطبخ ما يبقاش فيها قلق. والفيشه اهي، هو اسمه سيتي، هنا معدن مش بلاستيك. الزرار ده بتضغطي عليه وبتبقي حاطه السكر والنسكافيه في الكوبايه وبتضغطي، هو بيعمل لك الفوم اللي انت عايزاه في ثواني. هنعمل معاه ريفيو مع الفرنش بريس مع بعض ونعمل نسكافيه، وهقول لكم رايي فيه بمنتهى الصراحه، بس انا مجرباه من عند اختي، حلو قوي. ده كان بكام؟ كان ب 200. في انواع تانية، بس سيتي بضمان المحل، لو حصل له حاجه برجعه له. فانا اخدته منه لان المحل انا كنت اتعاملت معاه قبل كده، مش في حاجات كتير، بس انا مجربه حاجته برده حلوه، وهو صادق في ضمانه اللي انا عملت ريفيو عنده، اللي انا رحت صورت عنده دوت. ده حلو قوي. انا ما بصورلكوش في مكان انا ما كنتش جربت حاجته، لان دي امانه وانا لازم اكون امينه معاكم فيها. الحاجه اللي تعجبني اقول لكم عليها، واللي ما عجبنيش هقول لكم في فيديو يعني. انا لو في حاجه عندي عملت لكم عليها ريفيو زي كده وما عجبتنيش في الاستعمال، هعمل لكم عنها فيديو وهقول لكم على فكره طلعت واحد اتنين تلاته فيها ما عجبنيش، تمام؟ عشان نبقى متفقين مع بعض. ان شاء الله تكون المشتريات دي عجبتكم، انا عن نفسي مبسوطه بيها قوي. وما اعرفش اروح في مكان وما اشتريش، ما ينفعش، ما ينفعش ادخل مكان كده احنا كستات ونخرج من غير ما نشتري حاجه ابدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي يكمل معايا الفيديو للاخر ما ينساش يعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان توصلوا الاشعارات الجديده كلها. باي باي.